بسم الله الرحمن الرحيم. كان الجزائر عظيم الشرف ان استضافت الدور 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. هذا المؤتمر الذي شهد مشاركة قياسية من ناحية الشكل وحتى المضمون. الكل ينتظر ما ستفرز عنه هذا المؤتمر من خلال البيان، وكل اكيد ينتظر ما سيكون رد فعل المجالس تجاه ما سمي بالاعتداء على مقدسات المسلمين، وايضا الخطاب الذي سيكون موجه للقضية الفلسطينية، خاصة بعد الاعتداءات الأخيرة الصهيونية الأخيرة على الفلسطينيين. ان شاء الله احنا اول حاجة انه نعتبر انه هذا المؤتمر شهد نجاحه قبل البداية، قبل النهاية. الآن الكثير من رؤساء الوفود ورؤساء المجالس الذين شاركوا معنا يشهدون بنجاحه ويشهدون بأنه كان في مستوى عالي. والجزائر يعني نشكر الجزائر على كرم الضيافة وعلى الاستقبال الضائع وعلى الإعداد وعلى التنظيم. حقيقة يعني لقينا ترحيب ولقينا تنظيم في المؤتمر ولقينا قبول، و يعني شعر الواحد انه في وطنه، وشعر الواحد انه بين ناس يعني يحبهم ويحبونه. شكرا للجزائر وشكرا لاهلها وشكرا لرئيسها. شكرا على كرم الضيافه وحسن الاستقبال والتنظيم. صراحه التنظيم يعني ناجح جدا بكل المقاييس، واحنا في بلد المليون ونص شهيد، بلد عظيم كالجزائر بحجم قاره، فلا بد ان تكون التغطيات تليق بهذا المستوى وهذا المقام هذه الدولة العريقة الكبيرة. من هنا نتوقع أن تكون التوصية هادفة وقابلة للتنفيذ، وليست كما سبقها من التوصيات. حتى قمة المؤتمر الجزائر أو لم ينجح، هو نجح بكل المقاييس، لكن نتكلم عن كم درجة من النجاح سيحقق، وإن شاء الله يحقق كثير إن شاء الله.